خالص برا. شو افلام كرتون هي؟ اجينا هجينا من الحرب، هجينا من الحرب، دشرنا بيوتنا وغراضنا كلها دشرناها. هيا شايف قاعدين بين كرتون، عندنا عمار بست زينب كل شيء، ما طلعنا معون غرض، ما طلعنا لبرا، كله راح، كله انسرق، كله انهد، بيت بيت انهد. So currently the situation in the country, we have over 350. We are registering in the Becca 1,000. I come out of this visit with a very strong sense that we have to be even more determined to use every penny to the maximum, because the needs are so enormous. And when I went around, I came with consistently with three top priorities: shelter, children, health. هاي على البطيش عشان يطلع الكاميرا. ايه اشطف فيهم، غسل فيهم. يلا شباب اعملوا معروف بليز بليز. يعني المي عندنا يعني صعب، يعني لو كنا هارين ثلاثه لحتين بنعبي مره واحده، يعني مي بنروح من هون للتربل نجيب مي حلو بنشربها. يعني اذا ما حد راح سياره راحت من هون جابتنا، ولا نحن ما فينا نروح نجيب. يعني الاولاد سخونه، يعني ضلوا سخنانين يعني من الوصى، يعني هيك جراثيم، يعني ضلوا يعني بيحكوا كل الليل، يعني حتى امل صار فيهم. هاي الشب هون ما بلا كويس، انا معينه على غفران. ها ها خا